افتتح الشيخ الدكتور راشد محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد نجلاء بنت محمد الكعبي بمنطقة عسكر في المحافظة الجنوبية بحضور عدد من المسؤولين والوجهاء. وبهذه المناسبة ألقى الشيخ الدكتور راشد الهاجري كلمة ثمن فيها التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على دعمهم المتواصل للعناية بتشييد المساجد لضمان نموها وتطورها بما يتماشى مع الهوية البحرينية الأصيلة وبما يسهم في تعزيز القيم الدينية وتوحيد الكلمة. وأكد الهاجري التزام مجلس الأوقاف السنية بمواصلة مسيرة العطاء والعمل على أن تكون المساجد دائما مكانا للتلاقي والتآلف بين أفراد المجتمع. هذا وثمن رئيس مجلس الأوقاف السنية الدعم السخي للمتبرعين الكرام بتشييد المسجد ومرافقه وما يجسده من قيم الشراكة المجتمعية الحقيقية. يسر الله لنا افتتاح مسجد نجلاء بنت محمد الكعبي في قرية عسكر، وبهذه المناسبة أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير والثناء لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وحكومته الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يلونه من اهتمام بالغ في العناية بإنشاء المساجد ورعايتها وتهيئتها للمصلين، وهذا يواكب هذا التوسع العمراني اللي تشهده كافة محافظات مملكة البحرين. وأيضا بهذه المناسبة أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير والثناء للمحسنين الكرام الذين بذلوا وتبرعوا ببناء هذا المسجد بهذه المرفقات المتكاملة. شاركنا في افتتاح هذا المسجد المبارك بحضور الدكتور الشيخ راشد بن محمد بن سطيس الهاجري في هذا الحفل المبارك، ونشكر الله قبل كل شيء على أعانته لنا في إنجاز هذا المسجد مع المركز اللي يتبع له، هي صالة للمناسبات وصالة لتحفيظ القرآن.